يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا، وهي حاجة بنغفل عليها ويمكن هي اللي بتستهلك حياتنا. حاجة وهي مسألة ماذا؟ العيش المشترك، وازاي نقدر نجيب القدر المشترك فيما بيننا. احنا بنقعد طول الوقت نتكلم عن الخلافات، وكلنا بنحشد كل أدوات القوة عشان ننتصر. طب ما تعالوا نعمل حاجة قبل ما ننتصر. هو اللذة الموجودة في الحياة هو أن أنت تنتصر، حتى لو كسرت خاطر حد، حتى لو أذيت حد. لا 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 لا، أجمل لقمة هنية بيدوقها قلبك، وأجمل شهد بيدوقه قلبك، أن أنت تخرج من كل مواقفك مع الناس وقلبك راضي وضميرك مستريح. أعظم حاجة تريح الضمير هو المشترك. أعظم حاجة تخلي البال مرتاح المشترك. أعظم حاجة تخليك حاسس إن أنت احترمت اللي قدامك صناعة المشترك. فيا سادة، فن صناعة المشترك ده من أعظم فنون الحياة، ومن أعظم الهبات اللي ربنا بيهبها إلى قلوبنا. ده داخل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المشترك أحد مفردات الصراط المستقيم، والبحث عن المشترك أحد مفردات الهداية. وعشان كده كل ما نبحث عن المشترك، وكل ما نسعى إليه، وكل ما نحافظ عليه في بيوتنا، في عملنا، في شوارعنا، في كل مكان، كل ما أنت هتبقى من اللي بيتكلم عنهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيدخلوا الجنة. مين اللي ربنا حرمه على النار؟ كل هين لين، الذين يألفون ويؤلفون، أصحاب الألفة، أصحاب المشترك. يا رب اجعلنا دايما من أصحاب المشترك، واجعلنا بهذا الاشتراك نصل إلى توحيدك. لأن بالمشترك والصدق عن البحث عن المشترك تستطيع أن ترى من الذي جمعك مع من تشترك معه ومن تأتلف معه. اللي ألف القروب ربنا. وكل ما كنت بتبحث عن التأليف، وكل ما بتبحث عن المشترك، اعرف أن أنت في محل نظر ربنا، واعرف ان انت فاهم يعني ايه توحيد. التوحيد هو توحيد القلوب على الرب المعبود. يا رب اجعلنا دايما من اهل التوحيد اللي ينور قلوبهم ويريح بالهم، وكمان يجعل خاطرهم دايما منور بانوار رحمتك ولطفك يا رب العالمين. ودايما نبقى مع حضرة النبي اللي علمنا ازاي نكون من اهل الائتلاف ومن اهل المشترك، ونمسك في ايديه ونقول له: وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا جمالك يا حضرة النبي، وبجمالك ندخل على جمال مولانا، فيكرمنا واجعلنا دايما من أهل الرحمة والخير والجمال. استجب لنا يا رب العالمين، واجعلنا على الدوام مع سيد المرسلين في سيرته وفي حياته الأولى والآخرة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.